اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه روزا تشانل. فيديو جديد عن مسلسل توترك بيبي. قبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه، اعملوا فعل انستغرام، ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن اكتر من خبر لمسلسل توترك بيبي، فكملوا الفيديو للاخر. الخبر الاول وهي الايموجيات اللي نزلت عن الحلقه ال 34 وتوقعاتي من الايموجيات دي. دعوه سركان وايد على المطعم، قبلة ايدا وسركان، ايدا تتساءل لماذا سركان قبلها، سركان وايدا هيذهبوا لقسم الشرطة، سركان هيكون متضايق جدا من اللي بيحصل وهيتكلم مع انجن زي ما شوفنا في الاعلان، الثعبان والفار انا شبهتهم بسلين ودنيز لان كمان في رسالة، وممكن يكون مشهد سلين ودنيز لما يكونوا في الكافيه وبتوريه الصور. العلامة دي هتكون سؤال او شيء هيتعجب منه ايدا وسركان، هيوصلهم ان هم يروحوا للبوكسنج ويتصارعوا مع بعض ويحصل ما بينهم مشاهد رومانسية. عرض الازياء، الايموجيات اللي جاية دي كلها بتعبر ان سركان هيتذكر السنة اللي نسيها كلها، ويحصل قبلة بين ايدا وسركان في النهاية، يعني في الحلقة الـ 34 سركان هترجع له الذاكرة. اتمنى فعلا يكون الايموجيات معناها كده، كده نسبة المشاهدة ممكن ترتفع لو فعلا سركان هترجع له الذاكرة في نهاية الحلقة. وهيكون كده زي ما انا قلت ان الذاكره لو ما رجعتلوش في الحلقه 33 بالكتير قوي هترجع له في الحلقه ال 34. نروح بقى على الخبر التاني. الصحفي الولد النمام كتب تغريده على تويتر وقال قد تكون توقعاتنا للحلقه مختلفه لكنها حلقه جميله، ويقصد الحلقه ال 34 من مسلسل توترك بيبي. مش حابه ان انا اعلي سقف توقعاتي قوي، لان كل اسبوع الصحفي الولد النمام بيقول نفس الكلام وان الحلقة هتكون مختلفة وحلقة جميلة. هنبسط ان هو قال كده، لكن مش هعلي سقف توقعاتي قوي لحد ما اشوف الحلقة كاملة. والخبر التالت معانا، وهو عن هل مسلسل توترك بيبي هيتوقف ام لا، هل مسلسل المحارب لما يتعرض هيوقفه مسلسل توترك بيبي. اسئلة كتير واشاعات كتير قوي طلعت عن مسلسل توترك بيبي، والصحفي ياسين صرح على تويتر وكتب مسلسل توترك بيبي اصح القرار هو عمل نهاية موسم في هذه الفترة، منها يرتاح الجميع ومنها بعد الأشياء تستجمع. ويقصد إيه بكلامه؟ أنه لو مسلسل توترك بيبي اتعمله نهاية موسم في نهاية شهر مارس الجاري لحد ما يجي شهر يونيو، هيكونوا فكروا وقرروا الحلقات هتبقى مكتوبة إزاي، ويبقى عندهم فكر جديد وأحداث جديدة. وارد جدا يغيروا الكاتبة عشان الأحداث تكون قوية أكتر، وده توقع مني. يقصد ان هذه الفترة منها يرتاح الجميع، مسلسل توترك بيبي شغالين عليه من شهر 9 او 10 اللي فات، ومأخدوش يوم راحة تقريبا، شغالين دايركت على طول، فاكيد تعبوا فمحتاجين يرتاحوا الفترة دي عشان برضو الفريق يبقى اقوى ويرجعوا بقوتهم وبذهن صافي وبحماس زي ما بدأوا المسلسل. وإذا المسلسل لو يرجع في شهر يونيو هيكون في الصيف، ولان مسلسل توترك بيبي هو مسلسل صيفي فهيتشاف اكتر في الصيف، لذلك في موسم الشتاء نسبة مشاهدته قلت جدا، لان الاتراك بيحبوا الدراما قوي في الشتاء وفي المواسم الدافئة دي. لكن في موسم الصيف هيتوجهوا تاني لمسلسل توترك بيبي، عشان كده الحل السليم والقرار السليم ان هم يعملوا موسم تاني وما يوقفوش المسلسل. وده على كلام الصحفي ياسين ان في احتمال كبير جدا مسلسل توترك بيبي يتوقف كموسم ويستكمله في موسم جديد في بداية الصيف ان شاء الله. وبس كده، هذه الاخبار اللي عندي. اكتبولي انتوا كمان رأيكم في الكومنتات، واكتبولي توقعاتكم من الايموجيات ايضا. عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، تفعل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.